مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب موضوع حلقه اليوم هو المرض واللعنه ازداد الحديث في الايام الاخيره عن موضوع المرض والشفاء فالبعض يعلم بان كل مرض هو من عمل الشيطان وان الله ليس له دخل لا بالسماح ولا حتى بالمشيئه في مرض الانسان وان المؤمن الحقيقي لا يمرض وإذا مرض فهذا معناه وجود خطية في حياته والبعض الآخر يقول أننا كمؤمنين أعطينا قوة ونصرة على المرض باسم الرب يسوع ولهذا فكل مريض نصلي لأجله لا بد أن ينال الشفاء وإذا لم يشفى وتدهورت حالته يرجعون هذا إلى عدم الإيمان في حياته ووجود خطايا غير معترف بها ويربط البعض بين المرض واللعنة واعتبر البعض أن كل مرض هو لعنة سمعت مؤمنون يصلون من أجل مؤمنين مرضى ويقولون للرب يا رب ارفع هذه اللعنة هذه التعليم تسببت في بلبلة الكثيرين لدرجة أن البعض أصبح يشك في قدرة الله على الشفاء فالذين أصلوا من أجل شفاء لأحبائهم كانوا مرضى ولم يشفوا أصيبوا بصدمة وبخيبة أمل وبأذمة ثقة فالله وفي مواعيده والمتألمين المرضى يتألمون جسديا بسبب المرض ويزداد أيضا تألمهم بألم نفسي استمرار في حالة استمرار المرض حيث أن الناس ينظرون إليهم على أن هناك خطية أكيدة في حياتهم لم يعترفوا بها فبما انهم لم ينالوا الشفاء فيكون هذا اما بسبب عدم ايمانهم او بسبب وجود خطيه في حياتهم لم يعترفوا بها في الحقيقه ترددت كثيرا في الاقتراب الى هذا الموضوع الحساس فهو ليس موضوع ايماني فقط بل موضوع مرتبط بمشاعر من الالم والياس والاحباط ويمكن ايضا ان البعض قد اصيب كما قلت بفقدان الثقه في قدره الله واعترف بانني لا املك كل الاجوبه على كل سؤال مرتبط بالمرض وبالم الانسان. واعترف بمحدوديتي. واعترف ايضا بمحدوديتي في معرفه طرق الله واحكامه. فما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لكن اعتمد على نعمته وعلى اعلان الله في الكتاب المقدس. واصلي ان يكون طرحنا لهذا الموضوع في هذا اليوم وفي الحلقه القادمه ايضا سبب بركه لكل واحد من المشاهدين وبالاخص المتالمين المرض واللعنه خلوني ابدا بحقيقه مهمه احب ااكدها في اول البرنامج وهي ان الله شافي هذه الحقيقة لا يستطيع احد ان ينكرها، فكلمة الله تعلن لنا من سفر التكوين الى سفر الرؤيا ان الله اله شافي. انا هو الرب شافيك. والله شافي لانه هو الخالق، فنحن لا نتحدث عن شخص يعني عادي لكن نتحدث عن الاله الخالق. هذا الاله الخالق الذي امر فصار هو قال فكان وأمر فصار هو من البدء خلق الإنسان هو الذي نفخ فيه نسمة حياة وعشان كده يقول أيضا كاتب المزمور في مزمور 139 لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء فكل حياتنا وكل اجسادنا وكل ايضا دواخلنا معروفه عند الله الخالق هو الذي خلقها هو الذي يعرفها جيدا جدا فشفاء الله مبني على اساس انه هو الرب الخالق لكن كمان هذا الاله الخالق هو اله كلي القدره فالغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله والله لا يعسر عليه امر هو الذي يستطيع ان يدعو الاشياء الغير موجوده وكانها موجوده ويقول ايضا عنه بولس الرسول انه يعني اله مش بس انه يحيي الموتى لكنه يدعو الاشياء الغير موجوده وكانها موجوده يشفي عن بعد ويشفي عن قرب يشفي باللمس ويشفي بكلمة هو إله يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر كلي القدرة كمان الله لا يتغير ممكن شخص تلاقيه في عنده سلطان معين في فترة معينة في حياته لكنه بعد فترة ينزع منه هذا السلطان أو يتغير أو يضعف لكن إلهنا لا يتغير هو هو أمس واليوم وإلى الأبد يسوع المسيح الذي كان يقول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس الذي كان يقول فيأمر ويهدئ البحر بكلمة الذي كان يشفي الجميع هو هو ما تغيرش هو هو ما تغيرش وسيظل يصنع معجزات في وسط شعبه الله لا يتغير. الاله الذي شق البحر في القديم هو هو لا يتغير. الاله الذي صنع معجزات وآيات هو هو لا يتغير. الله لا يتغير. كمان الله لا يتغير في رحمته وإشفاقه وشفقته على الإنسان. هو حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة، هو يتحنن على الإنسان. يتحنن على الانسان في معجزات الرب يسوع نقرا كثير جدا ان الرب يسوع تحنن ان الرب يسوع نظر الى الجموع وتحنن عليهم كان يتحنن كان يصنع المعجزات وكان يشفي لانه كان يشفق على الانسان ويتحنن على الانسان هو الفادي الإله الخالق كلي القدرة الذي لا يتغير الحنان والرحيم هو أيضا إله الفادي الذي فدانا من خطايانا وفدانا أيضا من ضعفاتنا وهو أيضا سيفدي أجسادنا باكتمال هذا الخلاص في مجيئه الثاني كل هذه الحقائق عن شخص الله تؤكد لنا أمر مهم جدا أن الله شافي نعم الله شافي فنحن لا نتحدث في هذا البرنامج عن ان كان الله يشفي او لا يشفي لان الحقيقه اللي بيقولها الكتاب ان الله يشفي الله شافي انا هو الرب شفيك لكن الموضوع الذي نتحدث عنه هو موضوع المرض واللعنه وهذا الموضوع فيه كلام كثير إلى الدرجة زي ما قلت أنه سبب نوع من البلبلة وأنا لا أدعي أني أملك الإجابة على كل سؤال مرتبط بهذا الموضوع لكن على الأقل أريد أن أطرح طرحا كتابيا مبني على كلمة الله وأضع صورة كاملة أمام حضراتكم هتكلم في الحلقة دي عن المرض واللعنة لكن الحلقة القادمة بإذن الرب يسوع هتكلم عن اللعنه واللعنه المتوارثه وهل هناك لعنه بتتوارثها الاجيال الى اخر هذه الامور اللي بنسمعها كتير هذه الايام فالحقيقه الاولى ان الله شافي وعشان كده عزيزي المشاهد انا بشجعك وبصلي من اجلك ان كان في حياتك مرض وبصلي بايمان واثق في قدره الله انه يستطيع ان يلمس حياتك ويقيمك من كل مرض انا اثق في كده واثق في قدره الله وفي محبه الله وفي رحمه الله وفي عنايه الله وفي حكمه الله ايضا لكن الكتاب بيقول لنا اشياء كثيره عن المرض وانا حابب اتكلم عن المرض مصدره واسبابه ايه هي مصادر واسباب المرض الذي يعاني منه الانسان. أتكلم عن بعض الحاجات كما يعني واضحه في كلمه الرب. اول حاجه المرض مرتبط بالخطيه، دي حقيقه اساسيه من اول ما بنقراها في سفر التكوين بنعرف مباشره ان الموت والمرض والالم دخل الى العالم من خلال الخطيه ودي بدايه القصه. دي بداية القصة عندنا بداية القصة موجودة في سفر التكوين وبالأخص في أصحاح ثلاثة عندنا نهاية القصة موجودة في سفر الرؤية وفي آآ آآ كلام الرب عن الحياة السماء الجديدة والأرض الجديدة وإنه إزاي هذا المرض أيضا سيختفي والجسد سيتغير لكن بداية القصة لو حابين نعرف بداية القصة لابد أن احنا نرجع إلى كلمة الله نرجع إلى سفر التكوين تقول كلمة الرب وراء الله ان كل ما عمل فاذ هو حسن جدا طوف مئود حسن جدا جميل جدا رائع جدا بديع جدا خير جدا فخليقه الله عندما خلقها كانت حسنه جدا بما فيها الانسان بما فيها صحته بما فيها تكوينه كل حاجة عملها الرب عملها حسنة جدا. حسنة حسنة جدا. لكن الرب اوصى الانسان وقال له: من جميع شجر الجنة تأكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. وهنا من خلال هذا الجزء وهذا الانذار الالهي كويس الانسان نقرا انه عصى الرب ونتيجه هذا العصيان دخلت الخطيه ودخل الموت الى العالم اتحقق موتا تموت وهذا الموت مرات اتكلمنا عنه قلنا ده موت روحي يعني اول حاجه فيها موت روحي بمعنى انفصال الانسان عن الله روحيا في علاقتي مع الله صارت الخطية فاصلا بيني وبين الله لكنه أيضا موت جسدي فعلا موت جسدي ونقرأ دوا في أصحاح خمسة من سفر التكوين انه ادم عاش 930 سنه ثم مات واخنوخ ومتشالح عاش كذا ثم مات وغيره عاش كذا ثم مات وكانه الاصحاح كله بياكد لنا انه الموت الجسدي دخل نتيجه الخطيه لكنه أيضا مش بس موت روحي وموت جسدي لكنه موت أبدي أجرة الخطية هي موت والإنسان هالك أبديا نتيجة عصيانه لله عشان كده بالخطية بالخطية وأنا على فكرة بأؤمن إنه تكوين ثلاثة ليس قصة أسطورية رمزية كما يدعي البعض نحن نؤمن أن الخلق ونؤمن أيضا أن خلق آدم وحواء وقصة السقوط قصص تاريخية حقيقية حصلت في مع أشخاص حقيقيين الرب خلقهم يمكن ده مش موضوعنا لكن يعني بأكد بس هذه الحقيقة لكن الرب هنا قال لآدم إيه قال له ملعونة الأرض التي كانت مصدر بركة وخيرة الأرض التي كانت تنبت وكانت مليئة بكل الخيرات وبكل النعم هذه الأرض لعنت ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وهنا دخل التعب كويس وشوكا وحسكا تنبت لك وتاكل عشب الحقل بهذا صارت الارض ملعونه وصار ايضا الخطيه موجوده وصارت الخطيه مش بس موجوده في الارض التي اخضعت للبطل لكن الخطيه ايضا سيطرت على عقل وعلى قلب وعلى توجهات وعلى حياه الانسان من هنا بنجد السكيل والكيرف بتاع الخطيه بيزداد بعد هذا الحادث عندما سقط آدم وطرد من الجنة فالمرض مرتبط بالخطية عشان كده لما نيجي إلى سفر رسالة روميا وفي أصحاح 8 وفي الأعداد 19 إلى 22 يقول لنا الرسول بولس مش بس إن الإنسان لكن أيضا الخليقة أحبائي الخليقة نفسها الخليقة نفسها تئن وتتمخض معا إلى الآن لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله، نحن ننتظر ايضا هذا الاستعلان عندما ياتي يسوع المسيح في مجيئه الثاني وهنا يحدث اللي احنا ننتظره وهو فداء اجسادنا ففداء الاجساد ضمن في الصليب لكنه سيكتمل في مجيء الرب يسوع الثاني عندما تتغير اجسادنا. يقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي اخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد يبقى في حاجة يسميها عبودية الفساد It's corruption. كل حاجة أصبحت حوالينا corrupted فسدت الإنسان فسد الطبيعة فسدت نتيجة هذا الفساد وكانه في عفونه دخلت وبدأت هذه العفونه تزداد وتكبر يوم بعد يوم. لكنه فإننا نعلم أن الخليقة تئن، الخليقة نفسها تئن تتمخض. ليست هذه هي الأنهار التي خلقها الرب. بعد أن لوثها الإنسان ووضع فيها كيماويات وجعلها ليست مصدر للارتواء الإنسان لكنه جعلها مصدر موت وهلاك لحياة كثيرين تأن تتمخض منتظرة أنها تخلق من جديد سماء جديدة وأرض جديدة يبقى الحقيقة الأولى زي ما قلت أن المرض مرتبط بالخطية دي الحقيقة دي ما نقدرش ننكرها ودي يعني بحطها كحقيقة رقم واحد في حديثنا عن موضوع المرض إذا أردنا أن نفهم كتابيا موضوع المرض لابد أن نعود إلى إلى تكوين ثلاثة ونربطه بالخطية المرض مرتبط بشيطان وده موضوع مهم قوي وفي كلام كتير جدا لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه ابليس هو رئيس هذا العالم عندما عندما خلق الله ادم خلقه وجعله ممثلا له على الارض اعطاه سياده وسلطان انه يتسلط على جميع سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب كان هناك تسلط من ادم من الانسان على الخليقه وكان نائب الله على الارض هو الانسان لكن بالسقوط انتزع هذا من ادم وصار ابليس هو متسلط على هذا العالم طبعا زي ما قلت قبل كده ابليس ليس اله منافس لله لانه ده 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 شرك بالله لكنه ابليس كائن مخلوق لكنه هذا الكائن المخلوق هو وان كان له حدود الا انه ايضا معادل الله ويريد أن الإنسان في كل توجهاته والخليقة في كل أمورها تكون معادية لله إبليس أصبح رئيس هذا العالم إبليس امتلك أجساد بعض الناس وأصابها بالمرض رئيس يعني ودي دي حقيقة بنجدها في كلمة الله بنجدها بكل وضوح في كلمة الرب الـ يعني لو جينا الى معجزات الرب يسوع وبالاخص معجزات الشفاء التي صنعها الرب يسوع ويمكن في الاناجيل عندنا حوالي آه 33 34 معجزه للرب يسوع معجزه شفاء دي المتسجله لكن الرب يسوع احنا اتكلمنا عن معجزات الرب يسوع قبل كده وقلنا ان الرب يسوع كان يجول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس وانه جميع المرضى شفاهم يعني الكتاب المقدس بيكلمنا ان الرب يسوع انه لم يترك مريض الا وشفاه لكن المرض مرتبط بابليس وابليس امتلك اجساد بعض الناس عشان كده لما نيجي لمعجزات الرب يسوع 25% من المعجزات التي صنعها الرب يسوع المرض فيها كان مرتبط بالارواح الشريره. المرض فيها كان مرتبط بالارواح الشريره يعني مثلا هقول لكم بعض الامثله المراه المنحنيه اللي كان بقى لها 18 سنه منحنيه يقول الرب يسوع ان الشيطان ايه ربطها فعندما لمسها الرب يسوع استقامت وشوف و و يد كويس ده لوقة 13 وفي متة 9 أيضا نقرأ عن الأخرس الذي تكلم عندما أخرج الرب الروح الناجس منه فالخرس أو عدم الكلام كان مرض أصاب هذا الإنسان نتيجة الأرواح الشريرة نجد أيضا مريض كورة الجدريين الذي كان يعتبر مختل عقليا والذي يعني كان يقيد بسلاسل وكان عنده قوه جباره وكان يكسر هذه السلاسل وما كانش حد يقدر انه يقترب من هذه المنطقه وكان عريانا عندما اخرج الرب الروح الارواح الشريره منه لجيون هذا الانسان نقرا عنه انه كان جالسا ولابسا وعاقلا الغلام ايضا الذي أتى أبوه به إلى الرب يسوع ليشفيه الذي كان يلقي نفسه دايما في النار والماء عندما أخرج الرب الروح الشريرة منه شفية فهناك عمل لإبليس في أجساد وهنا بتكلم على أجساد غير المؤمنين حاشا لأن الروح النجس يسكن الانسان المؤمن حيثما يوجد روح الله لا يقترب روح نجس. نحن كمؤمنين معرضين لسهام ابليس الملتهبه لكنه لا يوجد تعليم كتابي يقول ان المؤمن يسكن فيه روح شرير. هذا تعليم مخالف لكلمه الله. لكن ابليس بيمتلك الاجساد. ومن خلال الارواح الشريره بيصيب الناس بالامراض زي ما انا ذكرت لكم بعض الاشياء من معجزات الرب يسوع ابليس كمان امتلك قلب وفكر الانسان فاصبح الطمع هو السمه الاساسيه اصبح الربح السريع هو شهوه كل انسان و و والطمع و و والرغبه في الربح السريع وال والغير قانوني اصبحت هي المحرك للاشياء للماركت اللي احنا بنعيش فيه فاصبحت الشركات ممكن تعمل اشياء وتحط فيها مواد حتى هذه المواد ان كانت غير صالحه للانسان لكنه بمقابل الطمع او في سبيل تحقيق اهداف ماليه معينه اصبحت هذه الشركات بتسبب امراض كثيره للانسان فالاطعمه المرشوشه والتلاعب في جينات حتى الأطعمة والمواد الحافظة ومكسبات الألوان ومكسبات الطعم كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء عبارة عن سموم بناكلها كل يوم تدخل إلى أجسادنا هذا لم يكن موجودا قديما عندما كان الإنسان يأكل من الطبيعة دون وجود سموم وأمور ومواد كيماوية إلى آخر هذه الأشياء عشان كده وعشان كده أحبائي كلما ازدادت نسبة الفساد الغذائي كلما قل متوسط عمر الإنسان يعني يعني في في أماكن في اليابان الناس بتعيش فيها على الأسماك أو الأعشاب المائية وبتعيش فيها على النباتات متوسط عمر الإنسان هناك ممكن يصل إلى 100 سنة ده مختلف عن البلاد طبعا الأخرى اللي فيها الأشياء دي موجودة وبكثرة ماذا عن الحروب؟ شوفوا الحروب كم أصابت الإنسان والبشرية بأمراض الحروب طبعا من مواد مشاعة، من مواد مشعه من مواد كيماويه من مواد نوويه من من اسلحه دمارة فتاكه من نزاعات من قتل من اذى من السكر المخدرات المنشطات العنف الجسدي كل هذه يستخدمها ابليس ليصيب الانسان بالالم الله ليس له دخل بها مش كده ما اقدرش ان انا الوم الله على هذه الاشياء ده بسبب شر الانسان بسبب شر الانسان وبسبب أن إبليس ذاك كان قتالا من البدء هو يريد أن يهلك الإنسان ولهذا هو يعمل كل هذه الأمور في الإنسان الإبليس أيضا يجرب الإنسان للسقوط في الخطية فيكون الإنسان تحت دينونة الله يعني إذا الإنسان سقط في الخطية واستمر في الخطية يكون هذا الإنسان تحت دينونة الله كده مهم أو أن نحن نفهم الجزء ده انه انه اول حقيقه انه المرض مرتبط بالخطيه ثاني حقيقه انه ابليس له دور ايضا في في مرض الانسان لكن في حقيقه اخرى مرتبطه بابليس والارواح الشريره وهو انه ليس كل مرض مصدره الشيطان ودي يعني آه حقيقه كتابيه ليس كل مرض مصدره الشيطان انه من يعلمون انه اذا انت اخذت دور برد فانه هذا من الشيطان وانه من يعلم ان كل مرض في الانسان انه دون ضربه شيطانيه وانه هذا لعنه من الله وانه هذا الى اخر هذه الامور هذه التعليم ليست لها اساس كتابي وان كان البعض بياخد ايات ويستخدم هذه الايات في غير مكانها لكي ما يثبت ما ينادون به لكن ليس كل تعليم كل مرض مصدره ايه مصدره الشيطان خلينا اوضح الجزء ده ليس كل مرض مصدره شيطان وليس كل مرض ضد مشيئه الله تسنيه 32 ما هو يعني احنا لازم ناخد الصوره كامله وعشان كده قلت انه في حاجات كتيره انا ما عنديش اجابه ليها لكن بحب احط كل التعليم الكتابي وان الرب يدينا روح حكمه وروح تمييز وما و و و نكونش بس بناخد أجزاء اللي هي يعني أه أه تبقى أه بتؤيد فكرة معينة عندنا ونجري بيها ونترك الأشياء الأخرى الكتابية اللي الرب بيعلمها في سفر التثنيه أصحاح 32 قولوا لي ماذا نفعل بهذا النص انظروا الآن الرب هو الذي يقول انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي سحقت واني ايه؟ اشفي وليس من يدي مخلص اني ارفع الى السماء يدي واقول حي انا الى الابد يبقى هو يميت ويحيي هو يسحق وايه؟ ويشفي. ما هو لازم نتعامل مع نصوص زي كده وده النص ده بيقول لي انه ليس كل مرض مصدره الشيطان وانه ليس كل مرض ضد مشيئه الله. حاجه ثانيه زكريا ابو يوحنا المعمدان عندما دخل الى الهيكل و... وكانت ال... ال يعني الدور عليه انه يدخل آ... الى الهيكل وهناك ظهر له ملاك الرب وقال له يا زكريا انه آ... آ... الرب هيدي لك ولد وكان زكريا متقدم في الايام هو واليصابات امراته وزكريا لم يصدق. ما صدقش الكلام اللي كان بيسمعه من الملاك كان كلام فعلا صعب على زكريا انه يصدقه كيف يكون له ابن وهو رجل شيخ وزوجته ايضا متقدمه في الايام وعاقر زي فكره ساره قديما لكن لانه لم يؤمن زكريا ظل صامتا لمدة تسع شهور لم يفتح فمه بكلمه ولم يستطيع ان يفتح فمه بكلمه اصيب زكريا بالخرس. والسؤال مين اللي عمل كده؟ اليس الخرس مرض؟ طيب حنانيا وسفيره الاتنين ضربا بسبب الكذب على الروح القدس ولم يكن الشيطان هو المسبب لهذا الموت في حياتهم نعمل ايه نحطها فين دي اللي بيقول ان كل مرض وكل موت هو من الشيطان طيب ملاك الرب عندما ضرب هيرودس الملك فصار ياكله الدود برودس كان لابس الحله بتاعته وبدا يتكلم والناس على طول قالت انه ده مش انسان ده اله ولم يعطي المجد لله وهو قاعد في الحال ضربه الرب يقول الكتاب انه فساره ياكله الدود ومات هل الضربه دي جات من الشيطان ام ان الله هو اللي صنعها اي الحقيقه الثالثه؟ المرض مرتبط بكسر الناموس الصحي، يعني ايه الكلام ده؟ اشرح. في مبدا في الكتاب المقدس اسمه الزرع والحصاد. حتى المبدا ده ينطبق على اجسادنا، يعني يعني طبعا ممكن نقول اه الزرع والحصاد كلما تاكل كثيرا تنمو كثيرا. لكن اوقات كثيره عندما ناكل كثيرا نضر أجسادنا كثيرا عندما لا نتحرك نضر أجسادنا. الإنسان اللي من البيت للعربية لل... 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 للمكتب ما بيتحركش نهائي طول حياته قاعد كده طول النهار قاعد قدام القهوة وقاعد على أعصابه الإنسان ده تتوقع منه إيه؟ حتى إنه يلعب رياضة أو إنه يحرك جسده أو إنه ينشط جسمه هذا الإنسان ما بيعملش كده. تتوقع منه إيه؟ يا ترى تتوقع منه أن يبقى إنسان يعني جسديا صحيح زي الإنسان مثلا اللي, اللي, بيلعب رياضة ومهتم بالتغذية بتاعته إلى آخره ولا لا في مبدأ اسمه الزرع والحصاد ماذا ننتظر من إنسان لا يتحرك من المكتب للسيارة والبيت إلى آخره إذا, إذا أسأنا استخدام أجسادنا هتكون النتيجة مرض وضعف مبدأ الزرع والحصاد عشان كده في البلاد المتقدمة اللي بتشجع الناس على المشي وعلى الرياضة وعلى ركوب العجل وعلى على ممارسة أنواع رياضية معينة متوسط عمر الناس هناك أطول من متوسط عمر الناس اللي ما بتعملش أي حاجة أو أنا نقول اللي هو حزب الكنبة اللي قاعد على طول على الكنبة قدام التلفزيون المرض مرتبط بناموس الطبيعة تعرفين زي ما قلت الخليقة يعني فسدت الطبيعة نفسها فسدت نعيش في عالم مملوء بمسببات الأمراض من بكتيريا فيروسات احنا ليه 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 بنهتم انه اولادنا ياخدوا التطعيمات الفاكسينات ليه؟, ليه بنهتم لانه البيئة اللي احنا عايشين فيها مليانة فيروسات ويمكن بيجي اول الشتاء مع بدايه شهر اكتوبر تلاقي الناس كلها بتاخد حقنه او او تطعيم للبرد من ضد من ضد فيروسات معينه وانفلونزا معينه، كويس؟ في 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 العالم اللي عايشين فيه مليء بالبكتيريا والفيروسات. تلوث الطعام وتلوث الماء والهواء وما اكثر هذه في بلادنا. اصبح كل شيء ملوث. أصبح كل شيء ملوث أه المرض مرتبط بخيمة الجسد ودي حقيقة وأد كتيرة احنا بنرفضها ليه؟ أنا عايز أعيش طول عمري شاب طول عمري أعيش وأنا صغير أه بتحرك أه كويس بجري أه أه باكل اللي أنا عايزه أه ما عنديش شكوى جسدية معينة لكن مع مرور الوقت هذه الخيمة اللي احنا فيها الجسد ده خيمة هذه الخيمة اللي احنا فيها من الشمس والهواء وعوامل التعرية والتعب والألم هذه الخيمة يعني بتضعف وبتتعب عشان كده الكتاب سماها خيمة النقدة بيت خيمة بيوصل إلى مرحلة انه هذا البيت الأرضي بينقد كويس هذا الجسد وهن الجسد يعني انا في الاربعين غير وانا في الثلاثين وانا في الثلاثين غير وانا في العشرين وانا في الستين هبقى غير وانا في الخمسين وهكذا امراض الشيخوخة وحدث الكتاب بيقول لنا كده الكتاب بيقول لنا انه اسحاق مرض ولم يكن المرض في حياة اسحاق ضربة من ابليس ولا لعنة من الله لكن يقول الكتاب وحدث لما شاخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر معظم النهارده الناس لما بتكبر في عدد كبير منها بيصاب ب الزهايمر مرض فقدان الذاكره دي حقيقه وما نقدرش نهرب منها انا افتكر زمان كان كان البيت اللي كانت ساكنه فيه آآ آآ ستي و... و... وكان كان خمس ادوار افتكر زمان وانا في مرحله اعدادي او ثانوي انا ما كنتش اطلع سلالم دي سليمة سليمة ولا انزلهم سليمة سليمة انا كنت اخد الست سبع سلالم نط ورا بعض النهارده عشان اطلع محتاج ان يمكن امسك درابزين بتاع السلم وانا طالع واحده واحده وهن الجسد حقيقة يقول كمان عن داود وشيخ الملك داود تقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع يعني مرض لم يكن المرض في حياة داود بسبب المرض الخطية ولم يكن المرض في حياة داود بسبب أنه لعنة من الله لكنه ده طبيعي وهن الجسد الخيمة بتتعب الخيمة بتتعب المرض مرتبط بتأديب الله. ودي حقيقة أخرى في الكتاب المقدس مرتبط بتأديب الله. وهقول بعض الشواهد، يقول الكتاب إنه فرعون عندما أخذ سارة عندما نزل إبراهيم لأنه كان في جوع في الأرض في سفر التكوين أصحاح 12، لما نزل إبراهيم إلى أرض مصر و, و, و وعبيد فرعون رأوا سارة وكانت سارة جميلة جدا ومدحوا مدحوا سارة أمام فرعون، ففرعون أخذ سارة. يقول الكتاب فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة. لدرجة أن فرعون أدرك أنه في حاجة غلط كان تأديب من الرب بسبب سراي إمرأة إبراهيم. الشاهد ده للأسف شاهد مهم جدا لكنه دايما يفسر غلط ودايما نطير بيه و... وناخد منه الجزء وما نفكرش في معنى هذا الشيء يقول الرب ايه وانا حابب انه فعلا انه الايه ال... زي كده انه انه تبقى واضحه بالنسبه لنا يقول الكتاب ان كنت تسمع الرب هو المتكلم بيقول لشعبه اللي خرجوا من ارض مصر كويس بعد ما عبروا نهر الاردن يقول له ايه بعد ما عبروا سوري البحر الاحمر ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك أنا الرب شافيك وهنا البعض بيخده يقولك بص أهو الرب قال إنه لن يضع مرض علينا نهائي الرب وبالتالي لو كان في مرض فالمرض مرتبط بالعصيان بعدم الاستماع لصوت الرب بعدم حفظ وصايا الله بالخطية اللي موجودة لكن المؤمن لا مش ممكن أبدا يمرض وبياخدوا هذا الشاهد وبيبنوا عليه عقيدة كاملة ويقولوا فأنا فإني أنا الرب شافيك هذا الشاهد أحبائي مش بيتكلم عن الأمراض العادية، هذا الشاهد لو خدنا كلمة مرضًا مما وضعت على المصريين وحطينا بداله الضربات. إنه الرب بيقول لشعبه: خلي بالك إن حفظت وصاياي وإن سلكت وإن تصغي إلى إلى تعليمي وجميع فرائدي وتحفظ جميع فرائدي فالضربات التي ضربت بها المصريين. هو هو مش ضربهم بيه مرض كانت ضربه صح ولا كانت دينونه من الله على الشعب المصري من ضمن الضربات العشر فمرضا ما وضعت على المصريين انا مش هضع عليك ليه لاني انا الرب شفيك فالامر مرتبط مش بالحياه العاديه لكن الامر مرتبط بالضربات الله ممكن يرسل ضربات كتاديب لكن هذه الايه مش ممكن ناخدها على انها ايه مطلقه ونمشي بيها في كل حاجه خدت برد يبقى اكيد في انك لم تسمع لصوت الرب اصبت حاجة في الكلى يبقى اكيد انت لم تحفظ وصايا الله لان الرب قال ان انت لو حفظت وصاياي فمردا ما مما وضعت على المصريين لاضع عليك هذا الكلام غلط كتابيا غلط. الرب بيتكلم عن الضربات. الضربات. هل شعب الرب مرض ولا ما مرضش مرض؟ وما كانتش مرض في بعض الناس مرضت وما كانتش المرض فيه حياتها ضربات. لكن المرض كان نتيجه حاجه لو لو انا لو انا اهملت في صحتي ما انا همرض. لما بنيجي نسافر مثلا من هنا مثلا نروح افريقيا حسب القانون الامريكي وبحسب ايضا وزاره الصحه لابد انك تاخد تطعيمات معينه ضد الملاريا وضد مش عارف ايه وضد ايه وضد ايه وضد ايه, وضد إيه. لو اهملت في كده ورحت هناك ما ممكن اصاب بالملاريا بالملاريا لو ما خدتش انا التطعيمات دي هو مش بيتكلم عن الامراض بيتكلم عن الضربات فمرضا ما فضربات مما ضربت بها المصريين لا اضع عليك ما ناخد الايه دي ونجري بيها عشان كده بقول لابد ان احنا نقرا القرينه لابد ان احنا نعرف السياق الكلام لابد ان احنا ما ناخدش ايه ونبني عليها عقيده وفكر لكن ناخد تعاليم الكتاب المقدس كله من اوله الى اخره كل جزء مهم من التكوين للرؤيا يقول الكتاب هنا فحمى غضب الرب عليهما فحمي غضب الرب على عليهما هنا بيتكلم عليهما على هارون وعلى مريم لما اتكلموا الاثنين ضد موسى كويس في سفر في سفر العدد اصحاح 12 فحمي غضب الرب الرب عليهما ومضى فلما ارتفعت السحابه عن الخيمه اذ مريم برصاء كالثلج كان ده تاديب ولا مش تاديب من الرب؟ على فكره ده لم يكن عمل الشيطان لكن كان تأديب من الرب كان بسماح من الله ولا لأ فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء فقال هارون لموسى أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها فموسى صلى للرب وبعد أسبوع الرب قال له لازم تقعد أسبوع عشان تتعلم وبعد أسبوع الرب شفاه كورنثوس 11 نص مهم جدا وكورنثوس 11 هو نص مرتبط بالعباده ومهم جدا ان احنا نقرا هذا النص الكتابي ونعرف انه بيتكلم بيتكلم عن ممارسه فريضه الرب وبيتكلم عن العلاقه في جسد يسوع المسيح الى اخره لكنه نتيجه اساءه الكنيسه للفريضه ونتيجة اساءة المؤمنين لبعضهم كجسد واحد فالمؤمن أساء الى جسد المسيح والمؤمن أساء إلى الكنيسة كجسد المسيح ازاي أولا كانوا. آه عندهم شركة شركة محبة آه فكان الغني طبعا يأتي بأكله بشربه بحسب غناه والفقير وده لا يشارك دون وكأنه الكنيسة أصبحت غني وفقير وأساءوا إلى وحدة جسد الكنيسة وفي نفس الوقت أساؤوا إلى عشاء الرب وإلى مائدة الرب اللي هي بترمز إلى موت الرب يسوع من أجلنا على عود الصليب بولس الرسول قال عبارة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة الاثنين احنا يمكن نقراها ونحبش نسمعها ومنحبش نقف عندها يقول ايه الرسول بولس لهم نتيجه لكده ان انتوا بتسيئوا الى جسد الرب وبتسيئوا الى مائده الرب من اجل هذا من اجل هذه الخطيه اللي انتوا عايشين فيها فيكم كثيرون ضعفاء وايه ومرضى نعم يعني ايه الكلام ده نتيجه استمراركم في الخطيه نتيجة استمراركم في الإساءة إلى جسد المسيح الكنيسة اللي هي بتتكون من أعضاء ليس فيها غني وفقير وليس فيها امرأة ولا رجل وليس فيها عبد ولا, ولا حر وليس فيها يهودي ولا كل واحد أمام الرب نتيجة إساءتكم كده ونتيجة لإساءتكم أيضا لمائدة الرب المقدسة واستمراركم وعدم توبتكم فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون يعني يرقدون يعني هيموتوا فهنا الضعف والمرض والموت كان تأديب من الرب وما حدش يقدر ينكر هذه الحقيقة اللي موجودة هنا لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إن كنا ولكن إذ قد حكم علينا من الله حكم علينا من الله نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، ان الرب بيادبنا هنا لكي لا ندان مع العالم. فممكن يكون ضعف ومرض وموت حتى نتيجه خطيه، لكن مين اللي يقول ده؟ الانسان نفسه. انا ما اقدرش اجي الانسان واقول له المرض اللي عندك ده مرض بسبب الخطيه، الا اذا كنت عارف انه في خطيه وبيعيش فيها. لكن ما اقدرش امشي اوزع احكام ودينونه على الناس المرض مرتبط احيانا بإعلان مجد الله اعلان مجد الله فيما هو مجتاز رأى انسانا اعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطأ هذا ام أبواه حتى ولد أعمى اجاب يسوع لا هذا اخطأ ولا ابواه لكن لتظهر اعمال الله فيه مرض مش مرتبط بالخطية بس الإظهار مجد الله حتى العازر مرضه موته يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض المرض ايضا ممكن الله يستخدمه لكي ما يمنع الانسان من الخطيه وطبعاً ده بولس ولئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع من جهه هذا تضرعت للرب ثلاث مرات بولس صلى من اجل ضعفه في الجسد ثلاث مرات والرب قال له لا فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا إيه قوي هل يمرض المؤمن؟ أقول لكم أعاد الأمثلة الكتابية تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان كان مصابا بأسقام كثيرة ولم يكن مرض نتيجة خطية أو ضربة من الشيطان أبو فروديتس بولس الرسول صلى له أكيد ليه؟ لأنه مرضا مرض قريبا من الموت كان مرضه قريب من الموت تروفيس تركه بولس في ميلتوس مريضا بولس نفسه كان مريضا عنده شوكة في الجسد هل يمرض المؤمن عقليا ونفسيا؟ الجهاز العصبي والعقلي للمؤمن زي أي جهاز آخر في جسم الإنسان ممكن يضعف وممكن آآ آآ يصاب بالمرض هقول لكم حكاية خلينا أختم بيها الجزء ده أستاذ كبير وعظيم ورجل لاهوتي كان اتربى في بيت يهودي لأنه كان من أصل يهودي وعاش طول عمره يعد على أنه يبقى الرباي العظيم الكبير تشارلز فاينبرج لكن تشارلز فاينبرغ عرف الرب وقبل يسوع المسيح مخلص لحياته وكان بيقرا الكتاب المقدس كل سنه في حياته اربع مرات وصار استاذ عظيم في جامعه دالاس وله مؤلفات وكتب ولاهوتي عظيم جدا الا انه في اخر ايامه اصيب بالزهايمر وبدا يفقد ذاكرته ويفتكر بس الحاجات اللي كان بيعملها وهو صغير من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها وهو صغير انه كان بيروح المجمع فابتدا يروح المجمع وظن الاخرون انه ترك الايمان المسيحي وانه رجع لليهوديه. لكن هذا مرض عقلي اصيب عقله بالتعب والارهاق وابتدا يفقد الذاكره وده مرض بيصيب الكثيرين اليوم النهارده في بلاد في بلادنا وفي كل مكان في العالم. اختم بترنيمه. هذه الترنيمه هي كلمات للشاعر العراقي المشهور بدر شاكر. ترنيمه ايوب لك الحمد. بيقدمها لينا المرنم ماهر فايز. تكلم عن الالم كجزء كبركه من عند الرب. والى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم. لك الحمد. لك الحمد. مهما استطال البلاء ومهما استبد استبد الألم لك الحمد لك الحمد رزايا عطا وأن المصيبات بعض الكرم لك الحمد لك الحمد ما استطال البلاء ومهما استبد استبد الألم لك الحمد لك الحمد إن الرزايا عطا وان المصيبات بعض الكرم الم تعط لي انت هذا الظلام واعطيت لي انت هذا السحر فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يجدها هبمة ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيت لي أنت هذا السحر فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يجدها بمطر قولوها تاني ألم تعطري أنت هذا الظلام وأعطيت لي أنت هذا السحر فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يجدها بمطر شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المُدَى ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمحو في الليل وجع الردى شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمحو في الليل وجع الردى ولكن أيوب إن صاح صاح لك الحمد إن الرزايا ندى وإن الجراح هدايا الحبيب أضم إلى الصدر باقاتها هداياك في خافقي لا تغيب هداياك مقبولة هاتها وإن الجراح هدايا الحبيب أضم إلى الصدر باقاتها هداياك مقبولة خفقي لا تغيب هداياك كمغولة مولة هاتها أشد جراحي وأهتف بالعارين ألا فانظروا واحسدوني فهذه هدايا حبيبي وإن مست النار حر الجبين أشد جراحي وأهتف بالعابرين ألا فانظروا واحسدوني فهذي أنا حبيبي وإن مست النار حر الجبين أشد خذوا جراحي واهتف بالعابرين الا فانظروا واحسدوني يا حبيبي وان مست النار حر الجبين توهمتها قبله مقبوله من لهيب قال آه وفي اللهيب لك الحمد فانت القريب كداري سناك جميل هو الليل أصداؤه جميل هو السهد أرعى سماك بعيني حتى تغيب النجوم ويلمس شبك داري سناك جميل هو الليل الليل أصدقه وأبواق سيارة من بعيد وآهات مرضى وأم تعيد أساطير آبائها للوليد وغابات ليل سهاد الغيوم تحجب عني وجه السماء وتجلوه تحت بكاء القمر وإن صاح أيوب كان لك الحمد يا رامي القمر تحب السماء ودقنوا تحت بكاء وإن صاح أي